يعني للأسف عبد اللحيان يقوم بزيارة. طبعا منذ وصوله أعلن أن أمن لبنان من أمن إيران، وبالتالي يعني هذا مس في سيادة لبنان، مس في صلب القرار الاستراتيجي للدولة اللبنانية يلي للأسف مغيب حالة عن هذا القرار. وبالتالي يعني شكلا ومضمونا لم يطلب أحد من عبد اللحيان أن يقوم بهذا الربط، وسيما وأنه ليس هناك من أي معاهدات أو اتفاق بين دولة لبنان ودولة إيران للكلام عن هذا الربط. ونسمع بالمقابل أنه طرح الحلول السياسية، وطبعا ضد الحرب وضد امتداد الحرب. السؤال المطروح هو ماذا لو أتى عبد اللحيان و طرح القيام بحرب مثلا؟ وبالتالي يعني رهن لبنان إلى القرار الإيراني هذا شيء خطير جدا، ويضر باستقرار لبنان وبمستقبل شعبه وبدور مؤسساته الشرعية. للأسف هناك مصادرة للقرار الاستراتيجي اللبناني بيد يعني طبعا داخليا بيد حزب الله، وخارجيا أكيد بيد إيران، لأنه إيران هي المايسترو لكل الأدوات والتحركات القائمة في المنطقة عبر أذرعها.